تحدثنا بالروبورتاج اللي شفناه عنك استاذ رياض، اخر رساله حملتها من قائد الحركه الوطنيه كمال جنبلاط الى الرئيس السوري. هاي الرساله قبل 10 ايام من اغتيال كمال جنبلاط؟ لا قبل، اكثر اكثر اكثر. هذه بدايه الرساله، ببدايه ال 77، بدايه 77. بس انت حملت الرساله الثانيه قبل ب 10 ايام كمان من اغتيال. لا هاي الرسالة ببداية 77. اوكي طيب، سنة الاغتيال. خليني بس بذكر انه هاي الرسالة طبعا نحن كنا بنتمنى نشوفها كلها على الشاشة، ولكن الخط غير مقروء تماما الا عن قرب، وكان لازم طبعناها طبعا وحطيناها، ولكن الرسالة مؤلفة تقريبا من 10 صفحات، جوهرها انه كمال جنبلاط بكلمات تحية الاخوة العربية والمودة وبعد وكذا يحذر الرئيس الراحل حافظ الأسد من قيام دويلة مارونية عند الحدود وتطويق سوريا والحركة الوطنية، ويقول يجب نزع السلاح الثقيل من اللي بيسميهم الانعزاليين، كان يومها ما بيسميهم لا جبهة لبنانية ولا شيء، ويقول له إن لم يحصل هذا رح يصير في تطويق الحركة الوطنية وسوريا، وستقوم دويلة مارونية وسيحصل اجتياح عمليا. يعني حذروا مما حصل، يعني صحيح. إذا عم نحكي عن سعد حداد وأنطوان لحد وما إلى ذلك فيما بعد. هو الحقيقة معلومات أو الوثائق التي كانت عند كمال جنبلاط من عند أولف بالمي. أولف بالمي مستشار النمساوي الشهير، الذي أعطى كمال جنبلاط قبل ذلك أيام عبد الناصر مخططات الحلف الأطلسي بالمنطقة، واللي عمل منع عبد الناصر قصة طويلة منشان هيك روحوا. فالمهم أولف بالمي نفسه أعطى كمال جنبلاط مجموعة وثائق، منها لقاءات بين الجبهة اللبنانية والسي اي اي، ودفعت السي اي اي آنذاك 250 مليون دولار دعما للجبهة اللبنانية، وتم الاتفاق على قيام دولة سعد حداد على قاعدة أنه بالمستقبل هذه الدولة سنقايد بهذا الوجود بالوجود السوري، أنه ينسحب، تنتهي دولة حداد، تفضلوا يا سوريين انسحبوا. وإذا بننتبه لذاك التاريخ، حين خرج السوريين الإسرائيليون من جنوب لبنان هربا بدون قيد ولا شرط، هذه المقايضة ما عادت موجودة. بس منتذكر آنذاك تصاريح مجمع المطارني والبطاركي التي طالبت بالانسحاب السوري. أيلول 2000. ما هيك؟ بالألفين. أيلول 2000. بأيلول 2000. معناتها كانوا الأمرين مرتبطين فعلا مثل ما أشار كمال جنبلاط. طيب للرئيس العسكري. طيب أستاذ رياض، بكلامك بنفس الكتاب إلى الزميل نبيل المقدم تقول أنه بالرغم من الخلاف بين كمال جنبلاط وحافظ الأسد، فإن الأسد بقي مصرا على ضرورة المصالحة مع كمال جنبلاط، وهو لهذه الغاية دعا ياسر عرفات أكثر من مرة إلى اصطحاب كمال جنبلاط معه إلى دمشق، لكن عرفات قام بإخفاء الدعوة عن جنبلاط. وبكذا مكان تقول أنه الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات كان يعني هو سبب التوتر اللي حصل بين كمال جنبلاط وبين حافظ الأسد. يعني توتر كلمة مخففة، بلا أنا بس مخففة. الحقيقة مرة من المرات بيتصل فيه كمال جنبلاط على البيت بيقول لي أيمتى حتطلع على دمشق؟ قلت له هاليومين. قال مر صوبي. مريت صوبي. قال لي يا عمي كان عندي أحد المشايخ ما سمى، وبيقول إنه كانوا عند الرئيس الأسد مجموعة من العلماء، ورئيس هذه المجموعة هاجم كمال جنبلاط، فبيقول له الرئيس الأسد إذا بتريد خلي النقاش سياسي مع كمال جنبلاط والانتقاد سياسي. فبيقول له هذا الشيخ طيب ليش ما في لقاءات ما زال في هذا التقدير أو الاحترام لكمال جنبلاط؟ قال له أنا بدي أنزل على المختارة ولا هو بده يجي على الشام؟ قال له لا هو بده يجي على الشام. قال له أنا اتفقت مع أبو عمر 3 مرات قبل دخولنا إلى البقاع، وقبل دخولنا إلى الجبل، وقبل دخولنا إلى بيروت، أن يذهب ويأتي مع كمال جنبلاط حتى نتفاهم.
وكان كل مرة يقول لي يعني عرفت أنه كمان جلاط مش بهالوارد ما بده يجي وهو مع الآخرين يتآمر على النظام السوري. فبيقول لي كمان جلاط أنا ذاك يا عمي ما حدا خبر بلغ الرئيس الأسد أنا ولا مرة قال لي أبو عمار أنه الرئيس الأسد بيريد يشوفك. طيب بعد في مجموعة أسئلة لأنه بعد عنا تقريبا شي نص ساعة ب 16 اذار 77 وهي ذاكره اليمه لمحبي القائد الوطني كمال جملاط قائد الحركه الوطنيه. ب 16 اذار 1977 توجهت الى دمشق بناء على طلب كمال جملاط للحصول على جواب حافظ الاسد على رسالته التي بعثها له، وكنت في منزل عبد الله الاحمر قيادي البعث الشهير حين اتصل وزير الاعلام السوري يبلغكم باغتيال كمال جملاط. صحيح. مين اغتالوا لكمان جملات؟ وليش السوريين اغتالوا؟ يعني أنا بعرف بعض المسائل. أولاً بعرف حرص الرئيس الأسد على العلاقة مع كمان جملات وعلى أمن كمان جملات كما تقول في عدة محلات. ما في شك أنا أوكي. أنا يعني أعتقد اعتقاداً جازماً بذلك. وإذا بتريد تفسيري للأمر، الاغتيال تم مثلا حاطك حادثة حصلت وقت اللي قمت أنا بالوساطة بيجي لعندي مرة من المرات مساء الأخ خالد صعب كان مدير السمرلاند ومعه ثلاثة من مسؤولي فتح الأمنيين أحدهم من آل بسيسو بيقول ما يلي بيقول انت عم تعمل وساطه بين كمال جملاط والقيد السوري مضبوط قال نحن ما لنا مصلحه ليش قال اذا تفاهم كمال جملاط وحافظ الاسد شو عندنا ورقه ضغط على سوريا الجانب الفلسطيني يعني ايه؟ طب حضرتك قلت له انا اذا بتريد انا لبناني وانا بالحزب الاشتراكي وزعيم الحزب الاشتراكي كمال جملاط فهذا الموضوع آخر بيمكن أنتوا وأنا بيهمني إلى حد ما بس أنا مش تقلي ورقة ضغط تقلي والله أنا بدي استفيد من كمال جملاط لتصحيح العلاقة طيب معنا شو أو شو النتيجة اللي بدك توصل لها أستاذ رياض؟ أوصل لك ايه؟ هنو فلين على 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 الباب خالد صعب موجود بيقول لي اسمع عقل رياض تفضل قال لي لن نسمح لهذه العلاقة أن تثمر لن نسمح لهذه العلاقة أن تثمر؟ ايه. وهيك كان عم يضرب بالقلم على الطاولة إذا لا بلاها لأنه عم بتأثر على الميكرو طيب مين على الباب طيب أوكي مين اغتال كمال جملاط لأنه الاتهام من قبل الحزب الاشتراكي ووليد جملاط واضح أنا اللي بعرفه أنه الوحيدين اللي أعطوا تحقيق جدي عن اغتيال كمال جملاط هن الروس أوكي أما ما قدم من روايات حول اغتيال كمال جملاط فهي متهافتة وعيب على اللي كتبها طب الرواية الأصدق بالنسبة لك شو هي؟ الرواية الأصدق أنا قلت له لوليد جملاط بعد اغتيال والده قلت له خيي مصر ما بتعرف العراق ما بيعرف السعودية ما بتعرف الأمريكان ما بيعرفوا من اغتيال كمال جملاط أنا بتحدى حدا يقدم لك تحقيق طب مين حول اغتيال كمال جملاط أوكي مين اغتاله؟ مثلا شيء أنا متأكد منه شيء متأكد منه أنا أنه الروس اغتالوا زهير محسن في كان لأنه قاتل لأحد قادة لبنان الذي يحمل وسام اليمين يعني هو قاتل كمال جملاط لأنه مرة أنت قلت رفعت الأسد هلأ زهير محسن منفذ أوكي. أنا قلت أنه وليد جملاط صرح ايه. كنا عند وليد جملاط نحن مجتمعين وبيجي السفير البريطاني بيختلي بالأخ وليد من بعد ما طلع بيعمل تصريح وعندي نصحة عنه يعني نعم. تصريح وأكيد وليد بيتذكر بيقول الذي قتل كمال جملاط هو رفعت الأسد من بعد لقائه مع السفير البريطاني بس أنا ما عندي أي معطيات حول رفعت الأسد بس أنا بعرف هي المعلومة عن زهير محسن يعني حضرتك استاذ رياض بتبرئ الرئيس حافظ الأسد من 100% استاذ حسن عندك تعليق حول الموضوع؟ لا بس رواية زهير محسن والسوفيات رواية معروفة للناس اللي اوكي جان عزيز بالمناسبة ايه كتب مرة ب
بالأخبار حين كان يكتب بالأخبار، يروي هذه الرواية، ما بعرف شو خطر بباله، أنا ذاك من جيب معلوماته ما بعرف، أنه ذهب الرئيس الأسد إلى قمة في السعودية فالتقى بالأمير عبد الله. رفض الأمير عبد الله أن يسلم عليه، قال له ليش؟ قال له أنت قتلت كمال جنبلاط، قال له أنا قتلت كمال جنبلاط؟ أنت ما بتعرف من قتلت كمال جنبلاط، كيف بتقول أنا قتلت كمال جنبلاط؟ قال له بتحلف على المصحف، هذه رواية جان عزيز بالأخبار. أوكي. إذا رجع الأخبار وعد حلا أقصى، قال له مين؟ سمي له، يعني ما بدي أشكر، سمي له، قال له طيب شو القصد إذا كان؟ قال له القصد كان عدم لقائي مع كمال جنبلاط وزعزعة النظام في سوريا. أوكي، طيب جميع الأحوال الحقيقة يعني بين يدين الأستاذ وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي، وهن أدلوا بدلهم وحضرتك عم تدلي بدلو آخر، يعني معلومات تانية. خلينا نروح، وهيدي يعني أنا مش دوري أعرف، ولا بيصير فينا مثل ما صار بالحلقة الماضية، ما هي قصتك مع مروان حمادي واللواء غازي كنعان؟ هل صحيح بلغكم اللواء غازي كنعان والحزب الاشتراكي كان بده يغتاله؟ لا، اللي بلغنا غازي كنعان أنا ذاك وقت كنت أنا ومروان حميدي، إيه بيقول فيها إنه مش ما بيقول الحزب الاشتراكي، هو بيقول غازي كنعان إنه عندي معلومات، وأتمنى أن تبلغ الأخ وليد جنبلاط، عندي معلومات إنه أبو هيثم بالاتفاق مع مجموعة فتح أو مجموعة من فتح بدهم يغتيلوني ببيسور أنا ونازع بيروت. أوكي. هيدي. وبلغتوه لوليد جنبلاط؟ هلا رحنا لعند الأستاذ وليد طبعا، وبدأ الحديث مروان صار يحكي يحكي يحكي، بيجي مدير المكتب أنا هم عاصف الصايغ بيقول له إنه في اتصال من السفارة الفرنسية، بيروح بيرد بيقول أنا رايح عند السفير الفرنسي ناطرني. بس راح، أنا قلت له بس بعد في موضوع لم يذكره الأخ مروان، قال لي تفضل، قلت له بلغنا غازي كنعان كذا كذا كذا، قال عم تحكي عن جد؟ قلت له عن جد، فيك تتصل بالغازي بالعميد غازي اللواء غازي كنعان تسأل وكذا، قال فإذا اتصل فيه وبلغه إنه أنا وتم تسليم أبو هيثم. وتم تسليم أبو هيثم. تم تسليم أبو هيثم. طيب اسمح لي بس خلينا نتوقف لحظة بسيطة، سؤال عابر، لما التقيت بالأستاذ وليد جنبلاط مؤخرا بعد 10 سنوات من القطيعة، قال لك ليش بيدعم جهاد أزعور ومش سليمان فرنجية؟ اللي فهمته منه طبعا أنه يعني ما شفت عنده حماس لأزعور، طبعا أكيد ما فيش حماس لأزعور، وكان معتبر أنه قصة أزعور قصة يعني بالأساس غير جدية كتير، يعني القصد من التشويش أكثر، بده يعني انتخاب، لم يكن يرى فيه رئيسا. وحكي بود عن سليمان فرنجية؟ حكي بود عن سليمان فرنجية وعن علاقة العائلتين؟ لا ما عن أشاد بالسيد سليمان فرنجية، وأشاد بالجد الرئيس فرنجية. أوكي. وبيقول بالحرف الواحد أنه ما تنسى نحن والرئيس فرنجية أسقطنا 17 أيار.